بعد كورونا والحجر ومدة أكثر من سنة صح. ومنع الاختلاط وما قمنا نشوف ولا نشارك بمهرجانات، كلمة تقولها للمواطن العراقي وكل من يشاهدنا لحماية نفسه وعائلته؟ أنا يعني بس أطلب أنه يروحون للقاح، يعني اللقاح مهم وعلميا، ويعني هو يقول ناس كذا تقول أنه اللقاح هو الحل، أكو ناس تقول ما حد ينطى ضمانات صح، لكن ما عندنا حل بديل غير اللقاح بالفترة هذه، ومستحيل هذا العالم كله يعني مسوي شيء غلط من راح ولقح ورجعت الحياة طبيعية برا، خد ترجع الحياة طبيعية بالعراق، التزموا بالوقاية والتباعد وباللقاح. طيب شو رأيك؟ وأنا هاي كمان في غابي أقول لك ليش؟ شو رأيك في سندي باد لاند؟ مكان ترفيهي الآن يحتضن مهرجانات وإيفنتات كبيرة. سندي باد لاند مكاننا أساساً، هذا المكان مكاننا، إحنا اللي على إيدنا بنا هذا المسرح، أول ناس عرضوا. إحنا أسسنا المسرح. المسرح أول عرض تقدم عليه هو كان لولاية بطيخ، وهذا مكان نبي ذكريات جميلة هواي، فمن جاين إحنا أصلاً أكو نستلوجيا بالموضوع مثل ما يقولون. شكرا، نورتنا وشكرا لك. شكرا شكرا شكرا.